تعالى نروح بقى ايه لفاصل ولا ناخد تقرير الاول يا جماعه؟ طب تعالوا الاول ناخد تقرير. وزاره الاسكان بالمناسبه ارجوكم ارجوكم النهارده الصبح، انا نبهتكم امبارح، انا بس افتكرت عشان وزاره الاسكان، نبهتكم امبارح الكراسه بتاعه الشروط بتاعه اكبر طرح في ال 25 محافظه للشقق اسكان اجتماعي ومتوسط واللازم منه، نزلت من الصبح في مكاتب البريد. خد بعضك وروح عشان محدش يقول يا جماعه ما لحقناش ناخد الكراسه. خد بعضك وروح، دي هتبقى ايه حدوته يعني. طيب تعال نشوف وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه عملوا ايه. هم نظموا جوله ميدانيه لعدد من اساتذه وطلاب الجامعه الامريكيه في القاهره للاطلاع على عدد من المشروعات اللي تم كويس تمت خلاص او اللي بيجري تنفيذها في مدينه العالمين الجديده. تعالوا نشوف التقرير ده ونشوف ولادنا من طلبه الجامعه الامريكيه راحوا هناك شافوا ايه. خلينا نشوف وبعدين نروح لفاصل. شغالين في مدينة العالمين الجديدة من 2018 ل 2022، نتكلم على 4 سنين. يهمنا جدا ان شباب مصر كله يطلع على الاعمال اللي بيتم انجازها خلال الفترات القصيره دي بمعدلات الانجاز العاليه دي، عشان يبقوا هم بعد كده الواجهه بتاعه مصر اللي تنقل مدى الانجاز اللي بيتحقق على الارض في الجمهوريه الجديده لكل العالم كله. احنا بدورنا كوزارات معنيه او كجهات ان احنا الناس تعرف ايه اللي بيحصل، وخصوصا الشباب عشان يبقى لهم دور في الجمهوريه الجديده ويبقى ليهم مشاركه. عرفوا ان مدينه العالمين هي مش مدينه معموله بس للفئات المتميزه، لمجرد ان انا اول ما اقول مدينه العالمين تبدا تظهر لي فكره الابراج والمناطق اللي هي الفاخره او المتميزه، لا، مدينه العالمين دي مدينه لكل الفئات المجتمعيه وجميع شرائح المجتمع، فئات اسكان متميز، فئات اسكان فوق متوسط، اسكان متوسط، فئات اسكان اقتصادي، فيها مجموعه من الانشطه واللي بتوفر فرص عمل في المدينه، وهيفرق بعد كده. وانا شايفاها تجربه مبشره في بدايتها وان شاء الله نكملها باذن الله. وعندنا الاسبوع ده في زياره للجامعه الروسيه وهيبقى في زياره للجامعه الفرنسيه باتباعا بقى لبقيه الجامعات. المدينه السكنيه دي بجد ازاي فعلا ان هو، وعجبني الفكر ان هي فعلا ما تبقاش يعني انا بقول عليها محافظه جديده، هي مش مدينه جديده، هي محافظه جديده. كنت عايزه اعرف قوي المكان شكله عامل ازاي، لان انا جيت من حوالي سنتين كان المكان كان لسه صحراء، ما كانش فيه غير الابراج اللي هناك دي كانت لسه بتتبني، فما شفت المكان هنا حسيت لا بفرق كبير قوي، يعني عدوا بيه بقالهم يعني من سنتين. يعني بصراحة أنا مبهور، لأن أنا كانت بالنسبة لي مدينة العالمين هي الأبراج بس اللي بنشوفها من على الطريق، ما كنتش أعرف إن في كمية الحاجات اللي جوه دي زي الحي اللاتيني، زي كمية الأماكن الترفيهية اللي موجودة، إن في أوبرا هنا، إن في سينمات ومسرح روماني والممشى السياحي اللي بطول تقريبا كورنيش اسكندرية. ده شيء عظيم جدا جدا جدا، ما كنتش متوقع نلاقي كل ده هنا. هو الواحد لما كان حد بيسمع عن مدينة العالمين الجديدة دي أول حاجة يقولها دي صحراء، دي ما فيهاش حاجة وبتاع، فيعني أول ما جت سيرة التريب دي الواحد كان عايز يجي بقى ويشوف بنفسه الكلام ده. فلما جينا واكشلي شفنا ان كل حاجه على الواقع بقى، الحاجات المباني اللي طالعه والتاورز والاماكن الترفيهيه بقى اللي هو المسرح الروماني والاماكن التراثيه، الحاجات دي كلها لا بجد يعني هي حاجه فوق الخيال، هي حاجه احسن بكتير قوي من ان اي حد اكسبكتد.